بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل البانيه اللي هو الرومي. معانا البانيه رومي حوالي نص كيلو. هنحضر البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا بتتكون من بصل باودر، الثوم باودر، ده البانيه اهو بوريه لكم. بنحط طبعا في ادي بهارات اهي، بصل باودر، ثوم باودر، ملح، فلفل اسود، بودرة الزعفران. او حطوا البهارات اللي انتوا عايزينها يعني، او بترتاحوا لها تحبوها يعني. هنحط نص المقدار، بنحط معلقة من كل حاجة، وهنحط نص المقدار. الملح طبعا حسب الرغبة اللي احنا عايزينها. بهارات فراخ ممكن تحطوا، ممكن تحطوا زعتر، ممكن تحطوا حاجات كتير زي ما انتوا عايزين يعني. بنحط نص البهارات، بنحط معايا في وعاء كده بنحط فيه اهو، عشان هنحط فيه نتبل فيه الرومي. نحط نص المقدار دوت معانا، ونحط كوباية زبادي الصغيرة ديت، او معلقتين ثلاثة زبادي حسب ما انتوا، كوباية دقيق. وبنكون بقى نعمل ايه، بنقلب كل المكونات كده مع بعض عشان تاخد وتدي مع بعض. ونحط حوالي 3 معالق خل. الخل هنا بيدي طراوة اللحمة بتاعتنا، اللي هي اذا كانت لحمة، فراخ، رومي، الحاجات ديت كلها. بودرة الزعفران بتخلي لونها حلو وحلوة يعني، بتخليها طعم الحاجة كويس. نقلب كل المكونات دي مع بعض، وبنحط معلقتين لو لقيناها تخينة بنحط معلقتين مية عليهم، مية عادية. نحط بقى الرومي اهوت عشان ايه بردك يعمل، ياخد بقى من المكون دوت اللي احنا عاملينه اللي هو التتبيلة. ونقلب كويس مع بعض عشان كله ياخد التتبيلة تبقى كلها واحدة. مرقة بقى الحاجات ديت كلها، ممكن بدل المية تحط مرقة تبقى حلوة بقى. بنقلبهم اهو كويس مع بعض. وبعدين بعد ما بنقلبهم نغطيهم بقى بالستريتش ونسيبهم. طبعا انا سايباهم فترة يعني. جيت بقى بعد كده بنحط حوالي نص كوباية دقيق او اكتر، بنحط بقية البهارات اللي احنا كنا قلنا النص التاني من البهارات، ونقلب كل الحاجات ديت كلها مع معلقة بيكربونات. وناخد بقى الحاجة ديت، ناخد بقى الرومي اهوت ونحطه في التتبيلة دوت. ونخليها بقى كلها تتغلف بالدقيق والبهارات والحاجات ديت، والبيكنج باودر مش الكربونات، البيكنج باودر. نقلب كويس بقى ونخليها تهل تمرتين تلاتة كده، ونطبطب عليها عشان خاطر تاخد من الدقيق، عشان تبقى كلها مغلفة كويس قوي من الدقيق والحاجة دي. ناخد كمان واحدة اهو، نحطها برده كلها عشان تتغلف من الدقيق. ننفضها بقى من الدقيق كده، ونحط في طبق كده اللي عشان ايه تبقى عندنا جاهزة، لان هنحط الزيت على النار يبقى عندنا ايه كذا حاجة جاهزة عندنا. نحط الزيت على النار اهي، ومعانا اللي احنا عملناهم اول 2. ونحط الزيت مش يغلي، يبقى يسخن بس، احنا مش عايزين حاجة تتحرق وتبقى مش مستوية من جوه. عموما تتبيلة الزبادي بتخليها طرية جدا، ومع الخل. وبنقلب بقى وبنطلع اللي احنا
عملناه جاهز يعني، بنطلعه وبنحط التاني. ميزة الزيت دوت اللي انا حطاه يعني حوالي النص، انا مش حاطه طاسه، انا حاطه في الكازرولة ديت على اساس ان احنا يبقى عندنا كمية زيت يعني فيها. لو حطيتهم في الطاسة ما هيبقوا في قاع الطاسة على فكرة. حاول الإضاءة هنا فتحت شوية لأن كان التانية تحس ان هو ما غامقين محروم، بس هما ابدا ما اتحرقوش ولا حاجة، بس هو لونهم طلع حلو جدا. طلعنا بقى كله ونبتدي نحط، هنعمل بقى فطار وحاجات كده، غدا عشاء يعني، حلو قوي لكل الحاجات برضك. ونحط مستردة وكاتشب ومعانا مخلل اللي احنا عاملينه، ندوق بقى الحاجة. جميل تحفة اساسا. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة والتغليفة بتاعة الحاجة من غير بيض ولا اي حاجة للناس اللي مش بتحب البيض. انا عن نفسي ما بحبش البيض في البانيهات والكلام ده كله. فلفل كان حراق نار، حط طماطم، حط اي حاجه، بس هو يعني عادي كده بيبقى حلو قوي. نشرب بقى حاجه ساقعه جنب منهم، ليمون دوت حلو قوي برضك. اي حاجه من ديت سهله قوي، وحاجات ممكن تعمليها اي وقت، فطار غدا عشاء لو انتم محتاجين، او فطار متاخر شويه ماشي هينفع، غدا عشاء، مدارس تعملوا لهم بدل ما سندوتشات يعني غيروا لهم. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة نسوس وقناة منزل.